الآن أخبار الطقس. نعود مرة أخرى إلى آية الكفوري. شكرا لكم، والآن محليا وعالميا نتابع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة مشاهدينا المتوقعة غدا على بعض مدن محافظة الجمهورية، نبدأها من القاهرة العظمى 36، الصورة 24، الإسكندرية 31 23، مطروح 30 23، بورسعيد 30 23، والإسماعيلية 37 23. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 36، الصورة 24، العريش 32 24، طابة 35 24، شرم الشيخ 38 27، والغردقة 39 28. أما عن الأقصر العظمى 40، الصغرى 28، أسوان 41 28، الوادي الجديد 41 27، شلاتين 38 28، وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى 26. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن.